مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه، نتمنى انها تعجب حضراتكم. والحقيقه يمكن زي ما قالت ساره وقبل ما ادخل في الكوره، بس الحقيقه يمكن طبعا الحمد لله على سلامه اللعيبه اللي رجعت، ونطمن ان شاء الله على كابتن سوليا النهارده. خليني اقول انه يعني سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى مصر، شهر يناير يمكن يكون فيه ارتباطات والتزامات دوليه كتير جدا. وطبعا 13 يناير هيكون ميعادنا مع نسخه كاس العالم اللي بتستضيفها مصر، كاس العالم لكره اليد طبعا. واعتقد انه خلاص بدات الوفود بالوصول، ومنتخب اليابان يمكن اول المنتخبات اللي وصلت بالفعل لمصر، وهتتوالى ان شاء الله باذن الله بقيه المنتخبات. الاهلي طبعا هيسافر ويخرج بره، بدينا مشوار افريقيا بسفريه النيجر، بعد كده ان شاء الله هيكون عندنا سفريه كاس العالم للانديه وبقيه المشوار. الظروف لا تحتمل اي نوع من اي مخاطره. حضراتكم طبعا شايفين ومتابعين حاله الجدل اللي حاصله على مشكله منتخب مصر للشباب اللي رجع من تونس بسبب اصابه 16 لعيب على ما اتذكر، بالاضافه طبعا لكابتن ربيع ياسين المدير الفني، بفيروس كورونا. وسيناريو سيء جدا ما نحتملش انه يتكرر باي شكل من الاشكال في الفتره اللي جايه. يمكن جدل كتير جدا على الموضوع ده، خصوصا ان في تراشق بالكلام، سمعنا بعض وجهات النظر، لكن لغايه اللحظه خليني اقول لحضراتكم مفيش حقيقه مؤكده او حقيقه نقدر نقول عليها انها واضحه. والمسؤوليه ما زالت الحقيقه فيما يتعلق طبعا بالمشكله اللي دفع ثمنها منتخب الشباب مصر. اعتقد لغايه النهارده ما اعتقدش انه في فرد واحد بعينه مهما كان اسمه ومهما كان حجم مسؤوليته يتحمل. على كل الاحوال هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل، وهنشوف اخبار تمرين فرقه النهارده قبل مواجهه سوني ديب بكره، اللي بعتبرها مباراه يعني اعتقد للتجهيز للفتره اللي جايه. الاهلي حسم الصعود بشكل كبير.